يعطوني ما يفيد بانني متوسط. السيليزالي انا غنقول اسمعني انا، انا سمعت زياده على ذلك انني كنت خارج ارض الوطن، خارج لانني معالج في علاج وتعذر عليا باش انني نجي في الوقت. صيفط لكم الشواهد، ما بغيتوش تاخذوهم، التعليمات ديالكم ولا غراضكم هذاك. لهذا وانا قدمت لكم ملي جيت حطيت لكم في البيري بيرو دوطر ديالكم، ها راه كيزي عليه، ها هو عندي دابا ملي جيتي عندي، راه انا تقصد بها هو راه في العماله. لهذا شو انت الناس اللي حاط في البيرو دوطر ديالك، واش عاطينهم تعليمات باش انهم ما يتوصلوش؟ ولا انا لان الواجب ديالي درته صيفطت لكم وراء الدوره مباشره، ما بغيتش يشدهم حتى واحد. اشنو الذنب ديالي انا؟ اشنو الذنب ديالي؟ زياده على ذلك انا ما وصلتش، ما عارفش حتى. لهذا انا صيفط لكم شواهد ديال الدورات اللي منص عليهم القانون ديال فبراير وديال ماي اكتوبر، انا حاضر ليها وعندكم التسجيل ديال الحضور. لهذا سيد الرئيس دورات استثنائيه تتبقى في اختصاص ديالك انت وثلث ديال المجلس، ثلثين ديال المجلس زيادة على السوق. زيادة الدورات عادية أو استثنائية؟ ولا خليني نهضر، كمل هضرتك. وأنت لهذا أنا صيفط لك شواهد بناء على الميتا، بناء على الدورات فبراير وديال ماي، لأنه الدورات محددها القانون أوائل كل شهر. أنا وصلت لك الشواهد الطبية. زيادة على ذلك دورات استثنائية تبقى من اختصاص المجلس أو من اختصاصك أنت أو من اختصاص السلطة العمالة هي اللي كتقرر الأولى الداخلية. لهذا أنا ما عارفش التواريخ ديال الدورات، مش غادي نحضر. لهذا أصلا حنا نعقبوا على سي معطي. واختصاص ديالك أنت عاد دير هاد النقطة. شتي التتدوي، شتي دابا التتدوي وأنا ما ندويش. التتدوي تنسكت باش نسمع ليك وأنا خليني ندوي أنا. فهمتي؟ وملي تبغي تدوي نخليك تهضر، ما كاين والو. سي ليزالي التوصل ديال الاستدعاءات ماشي من اختصاص ديالي، من اختصاص السلطة. التوصل عندي استدعاءات تديهم الشيخ للدار ديالك وتيقولوا ليه راه خارج الوطن، هو كاتبها هو ما كاتبهاش انا. تفضل اسيدي. القانون المدني راه واضح في التوصل ما كانوش شافوا السلطة اختصاصها فيها مثل المويه، السلطة المحلية والقضاء وجميع الوسائل، جميع الوسائل فيهم التليفون الاس ام اس، فاش كتعطل كتبقى تاخذ حيت فاش كنقولوا لك ماشي تخصص ديالنا، حنا وسيله ماشي تخصص ديالنا، ثم نعطيو السلطه فاش تعطل على ان السلطه حيت سيد المسيب كتخرج الوسط كاين وسائل اخرى. القضيه السيليزالي ديال الدورات كاين القانون تيحث عليها سواء عاديه او استثنائيه. والدورات نقول لك السيدي يزالي كيفاش تتنعقد؟ تتنعقد دورات عاديه مثلا، مي دورات استثنائيه حنا كنا ما كناش عارفين. حنا تيرسل السيد عامل تيقول لك ديروا دوره وعودوا الميزانيه. ولهذا ما خلينا عن دابا الدورات تينعقدوا، اما تيعقدها الرئيس لسبب ما، واما بطلب من ثلثي اعضاء المجلس ديال السيد الخير، واما بطلب من السلطه المحليه، ولا السلطه الاقليميه ولا تتبقى. الى السيد عامر رسل لنا قال لنا باش ديروا دوره استثنائيه، راه ما غاديش نقولوا ليه حنا لا ولا هذه ولا، وكانت لي ظروف اللي هي في صالح الجماعه. اذا دوره استثنائيه راه هكا تتنعقد السيد. لا انا ما غنمشيش، نحاسب السلطه، غنحاسبك انت كرئيس لانك انت المسؤول على الاخبار، لانك انت المسير، انت اللي عاقد الدوره، انت المسير، عندك انت لازم عليك تخبر الجميع اي وسيله كانت. انا راه ما عمرني حطيت واحد الدوره ورفضت، ما عمرني دورت لي سابيطا غادي نحط شي نقطه تناقشوها. انا مرحبا لهذا الاخوان، تيبان لي السي اليزالي راه قال اخر كلمه ديالو، يمكن لينا ندوزو للسويتا. سجل دابا الاسماء، واش عندك لائحه ديال الاعضاء؟ غادي نزيدو غنقيدو لي سميتو. خاصك تسجيل الاخوان. شكون اللي مع الاقاله ديال السي؟ موافقون. موافقون. ديال سميتو.
قد يزول إخواني الدهم وبدنسة بعد ما نساحوا الاعضاء او كل واحد مشى بحاله، حنا دابا غنروحوا للتصويت.
من ساحب الرئيس امتنع عن انه يكمل الجلسه. احنا غنكملوا دابا هذه الدوره الاستثنائيه هذه بالتصويت لان هو صوتوا لسبعة الناس تشاور مع السلطه. تشاور مع السلطه عدد مصوتين محمد حنين، حسن قاري، جاروج العربي، اليزاري محمد، أحمد السماك. وبهذا عدد المصوتين 13. دين مقرر. 7. هو 7. هذا سيد. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. سبعة. لا غادي من هذاك اللي تحسب سبعة. 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 أنا عدد مصوتين 13 ضد إقالة 15. طب بيان سور إقالة ديال